السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، طائرات العدوان الأمريكية البريطانية تشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. وإلى التفاصيل. شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم الخميس سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، وتركزت الغارات على مديرية 70 ومحيط مدار صنعاء الدولي ومنطقة جربان في مديرية سنحان. وأفادت مصادر صحفية أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية 70، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان. وتأتي هذه الغارات في سياق العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في محاولة لإقناع الشعب اليمني عن مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ومن خلال هذا الخبر وكثافة الغارات يبدو أن الحرب ستعود من جديد، وذلك هدف إشغال اليمنيين عن المواجهة البحرية التي خاضوها منذ نوفمبر الماضي. عموما احنا متعودين على الحرب وما يهمناش هذه الغارات، ولسنا ولن نخسر شيئا. وفي حال تورط السعودية في هذه الحرب فهي نهايتها بإذن الله وبداية لإفلاسها وانهيارها إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبالنسبة لموقفنا من مما يحدث في غزة، فموقفنا ثابت وسنستمر في إسناد غزة والمواجهة البحرية، لأننا مؤمنين بالله واثقين بنصره إن شاء الله. سوف ننتصر بإذن الله تعالى. أو ما رأيكم؟ أترك لكم التعليق في هذا الموضوع، فهو موضوع مهم ويهم كل يمني غيور وحر يحب بلده اليمن ويقف مع الشعب الفلسطيني في محنته اليوم. أشكركم على حسن متابعة الإلقاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.